السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بجميع متتبعي قناة شباب النور في كل مكان. فيديو جديد عن طريقة زراعة بذور القزبرة. يمكن زراعة بذور القزبرة في الأرض مباشرة أو في الأصيص، وذلك حسب الرغبة. ولزراعة البذور نختار مكان مناسب معرض لأشعة الشمس. بعد تسوية الأرض جيدا من حرث وسماد، نقوم بخطوط نزرع فيها بذور القزبرة. بعدما انتهينا من زراعة الخطوط، نقوم الآن بتغطية جميع البذور. بذور القزبرة تحتاج إلى الرطوبة، يجب علينا سقيها بشكل متكرر ومنتظم. وبعد مرور 20 يوما أنبتت القزبرة وصارت بهذا الشكل. أصبحت رائحتها قوية وصالحة لاستعمال في الطبخ، وفيها كل الفوائد الصحية.